تتحدث حاليا عن الخلافات، أغلب خلافاتك كانت مع السيدات من الفنانات، يعني مو مع الفنانين. خلافات مع سيدات، على سبيل المثال مع دالي، مع أمل خضير، مع دموع تحسين، وحتى مع شذا حسون. شوف، مع دالي ما كان عندي خلاف. أنا كتب التعليق، قلت لها دالي العزيزة، أنت طلعين على السوشيال ميديا تسبين وتشتمين وتحكين ألفاظ بذيئة، فأنت فنانة، عيب أنه هذا يظهر من فنانة وأنت عند الناس في الصورة حلوة. هي تقيأت ما تختزن من سب وشتيمة، فبالتالي الإناء ينضح بما فيه. هاي دالي. شنو رديت على الهجمة اللي تلقيتها من عندها؟ أبدا ما أرد عليها. ليش؟ ما أرد ألوث نفسي. ليش ألوث نفسي؟ ليش ألوث نفسي؟ ليش أدخل بصراع أنا في غنى عنه؟ أنا نصحت نصيحة وهي تقيأت ما في داخلها، فبالتالي شي يخصها. طيب، خلافك مع الفنانة الرائدة أمل خضير؟ مو خلاف، راحت على الكويت وتكلمت عن الرحمة بصورة سيئة جدا، فقالت يعني تسهل المقدمة، رحمة تقولها أصيل، الله صوت جميل، رحمة يعني ما تعرف تغني زين. رجعت العراق يسألوها، ولا احنا خلينا نتعلم من المصريين شوية. أنا حاضر، تلقى خط ثالث عادل إمام ويسرى والهام شاهين يقومون يصفقوا له، احنا نسقط بشبابنا. تقبل هي لو كانت شابة أحد من الرواد يقول أمل خضير ما تعرف تغني، رحمة ما تعرف تغني؟ أنا مو دفاع عن رحمة أبدا، سين من الناس. ما أقبل أي واحد يتكلم عن أبناء بلده بالخارج بهذه الطريقة وهو نجم. فأنا كتبت، وشوف البوست، إلى الفنانة الكبيرة القديرة بكل احترام أمل خضير، عيب أنه نتكلم على نجماتنا الشابات بهذه الطريقة في الخارج وتكرر الموضوع أكثر من مرة. لا تنسين أنه أنت توفرت لك فرصة في ظهور في تلفزيون واحد كان يطلع بيه يشتهر، على الأقل أصيل ورحمة بدون أي دعم دولة واشتهرا. بس هي بمساعدة مذيع راديوي، نعم يعني أنا متقصد أسميه هذا التسمية زين، مقدم برامج، نعم إذاعية، أنت وكذا وهذا ويقبض فلوس من فلان وفلان. يا حبيبي هدي هدي، عيب المهنة تقول إذا ما عندك دليل لا تحكي. طيب، حتى منطي الباقي الحديث عن الشخصيتين، دموع تحسين وشذا حسون باختصار. دموع تحسين وشذا حسون، دموع تحسين أنا اللي لبستها العلم العراقي ذا فويس، أنا اللي صورتها صورة مع العلم العراقي، أنا اللي قلت لها طلعي على تايبين، سمعتنيها قبل ظهورها على الستيج، كنت مع علي رشيد في المسابقة، علاقتي جدا طيب معها، ردت أحتفل بيها بفوزها ببغداد، ارتضت تروح خيمة رمضانية في الأردن يحضرها 50 شخص، وكأنه الأردنيين هم صوتوا لها مو العراقيين، فكتبت ليلة سقوط دموع تحسين، العراقيين هم صوتوا لك مو الأردنيين، تروحين بخيمة رمضانية حضرها 50 شخص، حتى عسى الأداء جاوبك. فنزلت على فيديو معيب أنه حيدر النعيمي كذا كذا كذا، عفتها. شذا حسون ما عنده فيها الخلاف، مجرد أنه انتقدت أغنية لها فاعتبرتني أنه من جماعة رحمة ضد شذا حسون. لشذا كل الحب والاحترام.